ناطرتك يا ماما، والله كنت ناطرتك. لك راح تلمن عنا. أي كلمات يمكنها أن تسعف المكلوم، وأي خيوط ترمم الجرح النازف، أي عبارات تلك التي تعزي فاقداً بما فقد، وأي وداع لمن لم يعلم بأي ذنب قتل. الكلية الحربية في حمص وجع سوري لن يمحوه التاريخ من صفحات القسوة والأسى. شهداء الجريمة هم الذكرى، وهم في سجلات الخلود من الذاكرة. في مشهد الخلود اكتسبت المفاهيم أسمى معانيها، غدا الموت بطعم الشهادة، ختمت شهادات التخرج بالدم الطاهر للحبر. كان الوفاء بحجم القسم، وعليهم تحد بلاداً بأكملها. هي ذكرى الغدر، وفي سوريا عدو قديم يجدد نفسه لطالما عرف عنها بالغدر بكل أشكاله. مجزرة الكلية الحربية في حمص أضافت إلى الذاكرة الجمعية السورية خانة بمسمى غدر الكليات. يعود المشهد 44 عاماً، صيف 1979، تتوقف الصورة بداية، تتقزم الكلمات لبرهة، وأول ما يحضر في الوجدان هو العدو ذاته، وإنه المستهدف نفسه. وأما المراد فقد أثبت ما مضى من الوقت أنه بعيد بل ومحال المنال. تقول الحكاية: صبيحة 16 من حزيران 1979، عناصر من أسمت نفسها الطليعة المقاتلة، الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المسلمين، وبتسهيل من السفاح الضابط المناوب حينها، يدخلون قاعة التدريب في كلية المدفعية بحلب، يطلقون النار على 200 طالب أعزل، ينسحب منفذو العملية الوحشية بسلام. اثنان وثلاثون شهيداً، 54 جريحة، مجزرة مدوية. طلاب ضباط تتراوح أعمارهم بين 18 والعشرين عاما، أعدت لهم مذبحة وحشية. اجتمع الطلاب الشهداء في 7:30 من مساء ذلك اليوم تنفيذا لأوامر الضابط المسؤول عن أمنهم وحمايتهم. ما هي إلا دقائق حتى دخل مجموعة من المسلحين بلباس عسكري. وقف المهاجمون أمام الطلاب العزل، ثم أفرغوا رصاصهم في صدورهم وقلوبهم. شبان في مقتبل حياتهم، لم تكتمل معرفتهم العسكرية، لم يشاركوا في أي مهام بعد. شهداء المدفعية، ضحايا المجزرة، بقي ذكراهم إلى اليوم تدل على وحشية الحدث والفاعل. عم الخبر أرجاء سوريا، نعتهم البلاد، لكنها لم تكتفي بالإدانة وعبارات التعازي. لاحقت السلطات السورية مرتكبي المجزرة واحداً تلو الآخر، حكموا وأعدموا جميعاً. لم يعش من مس بغدره وإجرامه، من يحمل الوطن وشرفه والإخلاص له عقيدة في قلبه وفكره. واليوم والحادثتان تتقاطعان، وبينما تبلسم البلاد جرحها النازف، لم يتأخر رفاق السلاح عن الوفاء أيضاً بالقسم، فكان الرد. غارات مباركة على مواقع الإرهابيين المتطرفين المنضوين تحت الراية نفسها منذ عام 1997 وأبعد. راية الإرهاب عدو السوريين، لكنه تشرين، وللعزة وللنصر نصيب منه. فكما قهر في تشرين من قال إنه لا يقهر، بات الطريق مضاء اليوم بالنجوم ممن يجعلون الطريق واضحا أمام الرفاق، أن على ما أقسم الشهداء وأقسمنا باقون، وأن لراية سوريا حاملون. إلى القسم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله.